مانشستر يونايتد وكارثة ميونخ. أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج قهوة كروية. بعد الحرب العالمية الثانية تم تعيين السيد مات بيسبي ليكون مدربا لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي. المدرب البريطاني كان بيعتمد كثير على الشباب وقدر يعمل فريق محترم وكان في الطريق الصحيح للسيطرة على فرق أوروبا بشكل كبير، خاصة بعد تحقيق لقب الدوري الإنجليزي في موسمين متتاليين اللي هم 1956 و1957 في رحلة جوية بيتواجد فيها فريق مانشستر يونايتد عائدة من مدينة بلغراد بعد مواجهة فريق النجم الأحمر ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا والتأهل لنصف النهائي من البطولة. وبالضبط فوق مدينة ميونخ الطائرة بتصطدم في أحد المنازل وبتوقع على الأرض في كارثة لفريق مانشستر وللعالم المتابع لكرة القدم أجمع. بيفقد فيها فريق مانشستر أغلب لاعبيه والجهاز الفني للفريق، 7 لاعبين، 2 مدربين وكمان 2 صحفيين ومن طاقم القائد للطائرة كمان بيسقط ميتين في تلك الرحلة. من بين اللاعبين اللي بيلقوا حتفهم في هاي الكارثة اللي هو دانكن إدواردز، أحد أفضل لاعبي العالم في ذلك الوقت. طبعا بيموت متأثر بالجراح بعد 15 يوم. المعجزة هي نجاة المدرب مات بيسبي بعد صراع كبير وطويل مع الحياة أو نجاته من الموت. ولكن المفاجأة عودة المدرب لأن يمسك زمام الأمور في فريق مانشستر يونايتد وبيحقق معهم لقب دوري أبطال أوروبا بعد 10 سنوات من الكارثة، بالتحديد في عام 1968 بوجود لاعبين 2 نجوا من الكارثة اللي هم بيل فوليكس والنجم الكبير بوبي تشارلتون. بوبي تشارلتون اللاعب اللي بيأخذ أفضل لاعب في العالم لأنه قبلها بسنتين كمان بيكون محقق لقب كأس العالم لمصلحة منتخب إنجلترا. القدر بيسمح للمدرب مات بيسبي انه يرجعوا ياخذ دوري ابطال اوروبا وبيسمح للاعبين من الكارثه اللي صارت انهم يرجعوا ويحققوا ارقام والقاب، ومنهم بوبي تشارلتون انه يحقق افضل لاعب في العالم ويحقق كاس العالم المونديال في انجلترا 1966 ودوري ابطال اوروبا في موسم تاريخي كان للكره الانجليزيه. القدر كان له كلام اخر في تحطم الطائره وخساره اغلب لاعبين فريق مانشستر يونايتد، الفريق التاريخي اللي بيوصفه كثير من الناس انه من افضل فرق مانشستر يونايتد عبر التاريخ، انه ما يقدر يكمل حلمه في تحقيق دوري ابطال اوروبا او انه يسيطر على الكره الاوروبيه، ولكن بعد 10 سنوات بثقه المدرب وبنجوميه اللاعبين والخروج من عنق الزجاجه وتحقيق القاب بقيت لحد هذه اللحظه في ذاكره كل مشجع مانشستراوي وكل محبين الكره الانجليزيه ومتابعي كره القدم في العالم اجمع. كنت معكم انا فراس الجدومي في برنامج قهوه كرويه، شكرا لكم.